المحل هو. مرحبا. اهلين. عود اشوفونا ابو سمير، تذكرته؟ مرحبا عمو، كيفا؟ اهلين اهلين ابو سمير، كيفك؟ تمام، انا عملت معك مقابله قبل فتره. ايوه انا نحن جايين مشان المقابله هاي. خير. انتوا بس سؤال، بتعملوا شيء مخلل مقابلات؟ ما فهمت. يعني انتوا بتعملوا مقابلات شيء وبتحطوها بالقطره ميزان؟ طبعا لا. عطل الزلمه قدام التلفزيون، هو عم يستنى من الصبح للمساء كل يوم ليشوفوا مقابلته، ايمتى بدها تطلع مقابلته؟ صفي على الدور، ما صار الا بيجي دوره. يا اخي بس قولوا لي ايمتى، والله الكذب انا ناطر قدام التلفزيون، والله الكذب. تكرم عينك، هلا بسالك. ها بضاي الشاب بين عليه نشمي. كنانة كيفك؟ دخل عينك، شوفي لي ايمتى تنزل المقابله تبع الرجل هذا الاختيار، ايه اسمه ابو سمير. ابو سمير اسمه ابو سمير. ايه ايمتى تنزل الخطه تبعتكم؟ ايه ثلاثة الجاية. شكرا. يعطيك العافية. ثلاثة الجاية. كتر خيرك، فضلت على راسي. ايه ها، من الأول كنت على سؤال، ليك وبشر مثل حكايتنا، مثله أنت بعت التلفزيون، بتنفس مناخيره مثل حكايتك، بتنفس مناخيرك ولا ما بتنفس مناخيرك؟ نفس مناخيره. الدكتور حسان، أساليبه قديمة وشغله كله مو مزبوط. لأنه مخلص لمهنته؟ لك يا حبيبتي، هلا شو بيمنع يكون مخلص لمهنته بيطلع مصاري؟ شو؟ المخلص لمهنته بفكر بالإنسان أولاً بعدين بيفكر بالمصاري. لا يا ستي مو صحيح، يعني هلا بعد دراسة 10 سنين إذا ما بيطلع مصاري إيه بلا هالدراسة كلها. على كل، كل مين له وجهة نظر، أنا من وجهة نظر الدكتور أحسن. منشان هيك رح أضلك جوعانة طول عمرك. جوعانة بس ضميري مرتاح، ما بتفرق. دخيلك، يعني هلا إذا بتكوني شبعانة ما بكون ضميرك مرتاح؟ ما بعرف، بس أنا برأيي إنه الطبيب إذا أجا مريض مثلاً عنده التهاب حنجرة ما لازم يتهرب منه لأنه شغلته مو مربحة. عفوا شيش طوق، كأنك عم بتلمحي لشي. ما عم لمح لشي. لا ستي عم بتلمحي، وعلى كل اللمحي مثل ما بدك، إيدك ما تعطي. أنا صرت دكتور مشان أرفع مستواي الاجتماعي، مو مشان كل ما إجاني حدا مو معروفة قرت عبو من وين وقف له باستعداد. فاتحت كي أنا لأنه مرة بشي خدمة عمي أبو سمين. سلامتك. ولا ليش سلامتك؟ ايه بدي شي شغلي. شو بدك؟ يا سيدي بدي بوسك من شواربك، لسه ما بوسك من شواربك. ها؟ وحش. نعجبك عمي أبو سمين؟ بدي اسألك سؤال، فيك تسألي مرتك يعني هي هيك بتتضايق إذا كان هيك نزلت عليها شي ضغرة؟ وليش بقى؟ يعني لا تسألها ورد لي خبر، لا تقولي ليش. لك شو ليش؟ ليش ما أسألك ليش؟ لك هذا السؤال بيصير فيه طلاق، قال ما أسأله ليش؟ انت حق بالخيرات مرافي، من شبتك سميرة؟ عمي أبو سمير، احنا ما خدمناك مشان تأذينا، ما أحلاني وأنا سائل مرتي إنه بتقبل تنزل عليها ضرة ولا لا؟ طيب شو رأيك نصمد لك ياها لبين ما تطلق هاي؟ تختم سميرة؟ ما رح طلق، ما بدي طلق، شو شايفني رافي ولا مخلص حتى أركض ورا المصاري وأترك المرة؟ روح نام مبين عليك تعبان، تغطى منيح. شبك؟ شبي؟ ليش رابط راسك بالقمطة؟ عم فكر. بشو عم تفكر؟ هاي الأساليب السلمية ما عاد تنفع معي، بدي غير تكتيكي. شو قصدك؟ مو عليكي حبيبتي، مو عليكي، مو قصدي عليكي. بس منير بدي احفر له، يخرب بيته. مو ناقص غير يخليني طلقك ويتجوزك من بعدي. شلحني كل شيء. ما خلاني شيء. ارتاح هالشهر وبعدين فكر بطريقة. بشهر بشرش، بصير صعب اقلعه من محله. لازم لاقي طريقة ارجع فيها للشغل، اكيد ما رح يرجعوني على درعا هلا. لوين بدهم يرجعوك لكان؟ على مطرحي نائب مدير. هلا منير بيكون فضالي المكتب وبكره بيرجع لي سيارتي بعد ما اخذ سيارات المدير. اذا رجع لك المكتب والسيارة ما بدنا شيء، بكفينا وبيزيد، المهم نخلص من التكاسي. من السرافيس وانت السابقة، ما عم نطلع بالتكاسي الا فيما ندر. بستحقوا للسرافيس، مدري ليش بسقط من عين حالي لما بذكرها. مو بس من عيني، ومن عيني كمان. انا بسقط من عينك؟ ايه طبعا، كل ما بشوفك بالسرافيس اوعى جنبي بتذكر لما كان عندنا سياره وبقول سبحان الله، هي مياده وهذيك مياده. وانا نفس الشيء.
كل ما بشوفك بالسيرفيس بقول هذا شفي وذاك شفي. لذلك قررت يا ميادة، يا أنا يا هني. اللي شو قررت وبعد عن الباب اللي مشان أعرف. معركة لا هواد فيها، إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، ما هيك قال شاعر؟ المي من عندك، افتح المي. لك بس بدي اعرف شو عم تساوي. هيك منقول سكرنا سكرنا، يلي بده يطلع من هون بده يدعس بالمي اكيد اكيد. يو دخيلك على هالتحصينات اللي عم تعملها، يلي جاي بده يقتل راح يخاف ينبل. سكري روحي سكري المي، هلأ بتشوفي جوزك شو راح يعمل، هلأ بتشوفي. شو عم تساوي؟ هيك يلي بيدعس بالمي بتلطو الكهرباء، يا اما بيقتل يا اما بتنفطو لبرا. وبركي نفطو لجوا. ايه بيكون من سوء حظه لانه بيقوم بلاقي فرق فوق راسه. ايه فوق راسه. وبركي ما لحقت. بيكون ساعتها انا بستاهل الله لا يهمني، بركي بخلص منك ومن البركي تبعك. بركي 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 هلا هلا فيكم تقعدوا تتفرجوا على التلفزيون وانتم مرتاحين. ايه وانتم مرتاحين، امان واطمئنان، ما حدا بيقدر يوصل لهون، ما حدا. هلا كل ما مسكته بدك تخرطشه. لك حل عنه بقى، حل عنه. لك لسه ما تعودت عليه، ما تعودت عليه. الله يسامحك يا مرزول، جايب لي واحد بكر كان احلى بكتير، احسن بكتير. ليش يعني؟ البكر بيصيبه هذا ما بيصيب؟ لك لا مو هيك، بس البكر الكرة تبعه حلوة هيك مثل أفلام الكاوبوي تبع أبطال السينما. لازم تعمل شي. قوم تقبرني، قوم أحرس الدرج لأنه الكهرباء انقطعت ما بقى تلطعه. بركي هنا يقطعوا الكهرباء من برا. مو معقول، شو عرفهم هنن اني انا حاطط لغم كهربائي حتى يقطعوها؟ بجوز مو مشان اللغم الكهربائي، بجوز مشان ما حدا يشوفه. ستي اذا اخترقوا خط الدفاع الاول ما راح يقدروا يخترقوا خط الدفاع الثاني، متى ما سمعنا اي حركه اي حركه بنفوت على اوضتنا وبنسكر الباب على حالنا وبنقفله. ايه هلا بالاول كنت خايف لانه ما معك فرد، هلا ما حفرت من شو خايف؟ لا بالاول خايف ولا هلا خايف، هلا بورجيك شو احسن. لا تخط شو، لا تخط شو. ها من هون؟ شايفك ولك شايفك كنا رحنا حط الفيش. بدك تدعس بالمي تاني مرة قيم الفيش ملصه. شو عرفني اني مناوي بالطوارئ تبع الكهرباء قاعد على راس عمله؟
طول عمره مندور عليه ما منلاقيه، مندور وين سهران بأني استقبال بأنو عرس قاعد لحتى نجيبه. ليش طيب؟ ارتاح لك شهر يا أخي، الناس عم تدفع مصاري مشان ترتاح. إذا بقول لك ماني حابب ارتاح بكون عم بكذب عليك، بس بهالشهر فروة الدب بدها تتوزعه بجوز ما يطلع لي منها شيء. ومثل ما بيقول المثل أو الشاعر ما عدت أعرف بصراحة، من سهر العلا طلب الليالي، من طلب العلا سهر الليالي. بقدر أعمل لك تخريج. فيك تزبط لي تقرير اتفبرك لي فيه شوية أمراض ما يرجعوني فيه على درعة وضل أقدر أشتغل هون؟ بناء على تحليل وفحوصات مفترضة فينا نزبط لك أمراض مفترضة تانية، مو مشكلة. إيه الله يخلينا إياك، هلأ الفرصة مواتية مشان نستلم ونقدر نخدم الطيبين أمثالك، يعني ما بنطلع زمن لطيين. خلص رجع بكرة بكون زبط لك يا. لو خلينا الإعلانات برا ما كان أحسن؟ ما ضللنا عين بعد ما حكينا مع الدكتور إحسان. لو خليناهم لبين ما يجينا أول زبون بس نعمل مثل ما قلنا الدكتور إحسان بعدين منشيلهم. هلأ خلص مشي الحال، ما ضل قدامنا غير نستنى. يمكن إجا زبائن. مرحبا حضرتك دكتورة شهيرة؟ لا حضرتها، يلا عن إذنكم. مريني بعتني لعندك الدكتور إحسان. أهلا وسهلا تفضلي لهون. خير شو عم بوجعك؟ هالدرس يا دكتور عاملين ما علي ما بعرف ليش. هلا بنشوف. تحي تمك اذا بتريدي. يا لطيف شو هاد؟ حلو ساعه حلو. وبتعرفي تعطي اوبر كمان؟ طبعا بعرف دكتور، عامله دوره. برافو عليك برافو عليكي فعلا. شو بتعرفي كمان؟ الاسعافات الاوليه كلها اخذناها كمان بالدوره. يا سلام ممتاز، معناته مو بيان عليكي غير شغله واحده. شو هي دكتور؟ راح اقول لك. سوها انت بتعرف انه انا احيانا ممكن اضطر اتاخر بالليل وممكن احيانا اجي اعمل عمليه يعني يوم العطله، واحيانا يعني مضطر اروح على عياده منزليه، فحضرتك يعني فيك تتاخري وتيجي معي اذا طلب الامر يعني. يعني اذا شغله بتخص المرضى ليش لا دكتور؟ هو مو بس المرضى، يعني انا طبيب وبحاجه احيانا لهدوء اعصاب، فممكن احيانا هيك اطلب منك يعني نروح نقعد بشي محل هادي ونشرب فنجان قهوه لنهدي اعصابنا. إذا شغلت فنجان قهوة ما في مشكلة دكتور. مو بس قهوة، يعني بجوز ها يعني تحلانا القعدة واطلب غدا مو بس قهوة. إذا شغلت غدا كمان ما في مشكلة دكتور. سهلة تحددي لي شغلة شو يعني؟ أنا عم أقول غدا مثلا، بس بجوز يعني هو مو غدا يعني بجوز شي تاني. طيب إمتى فيني بلش دكتور؟ شو قلت؟ شوف عمي رافي، أنا بيشرفني كتير ناسب شاب مثل حكايتك. فتح معه لك سبحان الذي كبتلك مثل بنت البيوت، بس أنا ما بقدر بعطيك رد إلا لحتى شاوي البنت مخطوبة لابن عمها. لك عمها جاي يخطبها، بدك شابر مين انت؟ بدك شابر مين؟ عمها على عيني وراسي، بس بدي اسمع رأي ابن عمها مخلص، ما بدي بكره يطلع لي يقول لي غدرتني. لك ارو يا انت غشيم، معناته ما بتعرف تتصرف. لك بينبق لك ارو بيطلع لك افتاء، ولا بيجي لا بيداعيك ولا بيقرب عليك، ما في شيء من هالشيء ما بيطلع لك. ابن عمه ما بده يتجوز، قال لك الحكي. ما قال لي ما بده يتجوز، قال لي ما بدي خلف وزد، بس اسمع منه ما بده يتجوز بصير حكي تاني. لك العمى ضربني بخلقتك شو متحيوان، صرنا ساعة من سايرك، أنا سمعت بإذني قال ما بده، يعني أنت إذا بتجيب المسدس بتحطه براسه بتقول له أوصك ولا تتجوز، بيقول لك اضغط على الزناد. إذا أجا واعترض أنا ما دخلني، أنتوا المسؤولين ها؟ لك ما راح يقول له. نحن أخي المسؤولين، أنا مسؤول شخصياً. على بركة الله، خلونا نقرأ الفاتحة. مو لازم تاخذ رأي البنت يا أم كلب خالد. البنت موافقة. زبطت يا رب، بيطلع من هجهنم الحفرة، بدي اخلص منها يا تفاحة، بيطلع من بين هالحيطان. زبطت يا رب، زبطت. خير شو شايف فاتحة الجلايد ومشنكة اخر تشنيك؟ يمكن غلطت بحقك مو هيك؟
خير شو في يابي؟ يعني وافقت على خطبتك بدون ما أسألك. لا يابي لا غلطت ولا شيء، بالعكس أنت مفوض. بس كنا لازم نسأل عن الشاب، نتعرف عليه أكتر قبل ما نقول إيه. ليش لا تسأل عنه يابي؟ لو ماله منيح ما كان إجا لعنا. بالعكس الرجال بيربط من كلمته، وأنا مستحيل مستحيل ردلك كلمتك. ومع ذلك كنا لازم نسأل عليه، نتعرف عليه أكتر، بلكي طلع شيء ما عجبني فيه بتراجع بكلمتي، لأنه أنت أهم من كلمتي. أنا رايح على الدكان، بدك شيء جيب لك يا معي. سلامتك. خلاص خلصتني، صار عندي رجال حقيقي مو خروق مثل حكايتكم. تضرب بهالموديل شو طنت؟ شايف في حالك رافي بكف واحد بفشل لك مئة. وانت يا مخلص يا حقير شو بدي ساوي فيك؟ خلصت منكم للأبد. انت كمان ولي على هالبلوة. بلكي أبي فتح كيس زبالة وشاف الطقم، شو أعمل وقتها؟ يا الله لا بدي نام بالقبور ولا شوف من ما رح شي. طعمرك شو عم تعملي يا مجنونة؟ بلكي حدا شافك وأنتي عم بتزدي ورجعوا لأبوكي وخلصي وقتها من السين والجيم. شو بدي أعمل فيك يا مخلص يا حقير؟ وين بدي روح فيك؟ يلا بعدين منشوف. مساء الخير. عم نقول مساء الخير. يا خانو هيدا الطفل. هلا كل ما بدها تجيني النعاسة بدي روح لعند ابي. يا خلوني روح من المدرسة دغري لعنده، يا عم خلوني نام هون. شو هالحكي؟ اوعك تحكي هالحكي قدام ابوك، ببطل يخليك تجي، نحن ما صدقنا. طيب انا هلكت من هالشغلة بقى. شو ماما مليت مني يعني هلا؟ مو هيك القصة، بس اتفقوا بيناتكم يوم هون ويوم هوني، ما بدي ضل مشنطات بالشوارع. عماد معه حق. خلي ثلاث ايام عندك واربع ايام عند ابوك، هيك الولد اريح له. الله لا كان جابي غلا. هلا بيجمع على فنجان قهوة وبيحكي معه. عمي مرزوق بتطلع بتشرب لك فنجان قهوة هون عندي؟ معلش عمي مالي طالع، ماني غدران اعذرني، بدي خلي عماد عنكم جمعة زمان، بكرة بدي روح أخذ الحروس. إن شاء الله ألف مبروك. لا 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 ليش؟ لك الله يبارك بعمرك يا مؤدب يا موجب، يسلموني هالشوارب، هات إيدك. أهلين بربك. لك دخيل قلبك، السلام عليكم. عليكم السلام، يسعد لي مساك. شايفك لاطي بالعتمة مثل الضبع، شو القصة؟ هو عم بستنى هالبرغش يطلع لبرا. البرغش ما بيطلع لبرا، ما بيطلع لبرا، بدك ترشله، دخن قدامه بينقص بأرضه وبيموت. لا يا، حكوا بالتلفزيون إنه دواء البرغش كله مواد كيماوية ومو منيح للصحة. إلي صفي شي بهالدنيا مو كيماوي، الأكل اللي عم ناكله كيماوي، الشرب اللي عم نشربه كيماوي، ذاك الهواء اللي عم نتنفسه كيماوي، كله من دخان السيارات. ماما خليني أحضر العرس. هانس شو تحضر العرس؟ شو هالحكي؟ ما بدي أسمع هالحكي بنوبها. إيش شو فيها؟ شلون شو فيها؟ أصلاً لقوا أبوك بده إياك تحضر العرس، ما كان خلاك هون، كان أخذك معه. العريس ما بيحب أولاد يكونوا حاضرين، ما بينبسط. بس أنا ما بدي روح مشان أبي ينبسط، بدي روح مشان أنا انبسط. إيه لا حبيبي لاحق تنبسط بعرسه الجاية. إيه خلاص لا تدخلوا الولد بمشاكلكم،
لك شو اللي مدوخه؟ انه شلون البرغش عني مص دمنا ومعني السمام. ايه بالعكس بالعكس حبيب قلبي، البرغش والدبان هذا جوه بيتغذى عزبالي. ان شاء الله تكون فهمت قصدي. ايه سيدي فهمت. حلو يا عيني. استنى استنى اجيب لك كاسه حبيب قلبي. جيب كاسه لإلك، انا مشي حالي. والله صعب الواحد ينقرص. مساء الخير. مساء النور. شو لهلا بالشغل؟ كنت سهران مع رفقاتي. شفت انه وصفة الدكتور احسان نفعت؟ 10 زباين اجاني اليوم كلهم بعتهم دكتور احسان. حلو، معناته مزنقلة اليوم؟ لا مزنقلة ولا شيء، ما طلعت غير 200 ليرة في اثنين ببلاش. نعم حلو، 200 ليرة ضرب 25 بالشهر 5000 ليرة كويسين. يعني هدول بدفعوا اجر العيادة تبعك ببقى القسط. عم تتمسخر؟ لا عم اتمهزة. هلا شو استفدنا؟ إذا إجاكي 200 مريض بالشهر وحضرتك ما طلعتي أجار عيادتك، شو الفائدة؟ معنا مصير مثل الدكتور أحسان. هي علينا، صرعتينا بالدكتور أحسان، يعني لما أولاده بعطوا له مصاري كان هلا مسكر عياتهم بس بدخان وشكل هز. وقبل ما يكبر أولاده؟ معروفة، أهله زناقين وكانوا يدعموه. معلش، أنا ما بدي مصاري، بكفيني محبة الناس. دخلك دكتورة؟ هلا هذا الرجال صاحب العيادة بيقبل أجار ومحبة؟ إذا ما تحسنت الأحوال بفتح بيت مرزوق، العيادة جاهزة. بعدين مرزوق حتى بلا محبة الناس بوافق. بصير. شبك شفيق؟ عم بتخيل منظر منير. منظر شو؟ هو مأمن إنه بالمستشفى أنا هلأ وإنه خلص مني. شلون بكره بده يغط على قلبه لما بده يشوفني راجع على الشغل؟ ليش بده يغط على قلبه؟ لك شلون ليش بده يغط على قلبه؟ لانه رجعتي على الشغل هي نهايه احلامه، الوزير اوتوماتيكيا راح يحطني محله. شو بك كمان؟ ليش عم تضحك؟ عم بتخيل منظره وقت بده يشلحوا كل السيارات، وقبل ما يشلحوا السيارات عم بتخيل منظره شلون وقت اجى امر تنحيته وامر تعييني محله. شو الأصوات اللي طلعت بالمطبخ؟ عند الجيران مو من عنا. عند الجيران مو من عنا؟ مو عاجبني وضعه لهالمحل. ايه؟ هتكبي القهوة يا شباب؟ لازم يجيب أكتر من هيك بكتير. إذا مو مأمنتي لي فيك تروحي تعملي علي دوريات بالمحل. لو مو مأمنة فيك انت ربيت القرود فيك. ما لازم نسكره بالليل، لازم يفتح بالليل. شو لازم يفتح بالليل؟ ايه؟ بدك يعني داوم 24 ساعة يعني؟ شو حجر انا؟ لا انت بس بالليل. ومين بالنهار؟ انا من 8 الصبح ل 8 المساء وانت من 8 المساء ل 8 الصبح. بلغ غلاظة ما في مجال تداومي بالمحل. خلاص انسي الفكرة بالمرة. انا اللي بهالبيت بحكي شو بيصير وشو ما بيصير. قال بلغ غلاظة انت اللي بلغ غلاظة. انا الي نص المحل واذا بتفتح تمك بصير المحل كله الي. ايوه يا ستي ما عذرتي. شو كله الي؟ بدك تضربي اضربي. شو بدك يعني صير لقمه بتم العالم انا؟ ما بتصير لقمه بتم العالم. ليش لحتى تصير لقمه بتم العالم يعني؟ لانه ها بيقولوا مرته عم تصرف عليه عايش على حسابها. بالعكس بيقولوا ها شوفوا شو متفاهمين هو ومرته. لا بيقولوا ها شوفوا شو متفاهمين هو ومرته. ايه بيقولوا ها شو متفاهمين هو ومرته. ايه شو حكيت انا؟ ليش عم طيه؟ شو حكيت انا؟ يلا قوم روح على المحل. قوم روح على المحل. مو جاي على بالي. لك ايه روح على المحل عم تدلل علي. بشرفك يا مرت عمي بشرفك. مين المحل التاني؟ الفستان. قولي 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 يا امي قولي. لك شو هذا؟ بتل النفج ان شاء الله بيقبرني على طول. مرزوق مرزوق مش
شاء الله ما تحكي اليوم. هلا بتغلط لك بشي كلمه بتفركش الشغله. خلص امي لا تخافي لا تخافي، اليوم انا مالي مفركش. لا تخافي لا تخافي، اليوم انا مدري شو. طول عمرك بتقولي هيك وبعدين ترجعي زعلانه. حنون مين بده يجي ياخذك؟ هدى. هدى؟ اوعي تهربي ها مثل هذيك المره. لا تخاف لا عمي بدنا ناخذ الفرد تبعك نعطيه لهدى مشان اذا هربت نقوصها. حابب شوفها مصموده هي ومقوصه. ها ذكرنا القط عم نط. اهلا وسهلا اهلا وسهلا عمي. انا اخذ لك الفرد تبع عمي مشان اذا هربت تقوصيها. شو عم تعمل عندك عمو ابو جمال؟ تعسبا تعسبا عامل كمين كمين. بلكي رجعوا اليوم بلكي رجعوا. مثل ما قلت لك فرح ديري بالك على حالك منيح واياك والشمس. والاسبوع الجاي ان شاء الله مشي لك كلها بمضات. شكرا دكتور. الله معك. شو دكتور بتحب اود لك المريضه اللي بعدها؟ لا سكر الباب وتلحقيني لجوا. حاضر. نعم دكتور. تعال وضعك شوي. حاضر. خير دكتور؟ بلكي اكتافي حاسس حالي كتير متشنش. ايه بس دكتور انا ما بفهم بالمساج. بك يعني مو مساج مساج سدليك بس لحتى الدم يتحرك. يلا نشوف. بصير هيك دكتور؟ بصير. ليش ما بصير؟ وين المشكلة يعني؟ طيب انا اسفة دكتور. طب ليش مستحية؟ دعكيهم دعك مثل ما عم قلك هيك مثل الغسيل يعني مو يعني تسمي عليهم. حاضر. منيح هيك دكتور؟ ايه لتحت شوي لتحت. ايه منيح هيك؟ ايه برافو عليك. نعمة ميت اهلين وسهلين يا ميت اهلين وسهلين. ايه انا ابو سمير. يا سيدي شكرا ممنونكم كثير ممنونكم. مع السلامه مع السلامه مع السلامه. ابو سمير لك ام سمير ام سمير. خير شبك عم تجعور؟ اتصلوا من التلفزيون لك هلا بدها تطلع المقابله. روحتنا جابت نتيجه. لك وين الريموت كنترول تبع الفيديو؟ يمكن فوق بغرفة مخلص لأنه طالع الفيديو لفوق. لكي طالعوا روحوا من دفاس بروح. أنا ما أسمع حدا بيطالع الفيديو لفوق. قبل ما ننام ما بيطالعوا لبعد ما ننام بيطالعوا لفوق. قبل ما ننام بعد ما ننام بده ينظر بيتفرج على الفيديو بيجيب فيديو لحاله. إيه هو اللي جابه. مثل ما جاب هذا يجيب واحد ثاني تعملوا لي هذا ضد الدي. يا هولي يا بدي احرقلك الغسيل كله قبل ما تشوف هذا اللبن هون. انكسر ايدي اذا بغسل لك مره ثانيه. ان شاء الله تنقطع الكهرباء لما بدها تطلع المقابله. ما بينفع معك المعروف منو. لو ورجيك يا انا يا انت. بعدي شوف هالتاني هيك
لك ام سمير، ام سمير لك هذا الشاب المصير. شو بيعرفني؟ شو شايفني بصلح تلفزيونات؟ انا رايح ورا جميل. اذا بتطلع المقابله بغيابيه بدي لحمه لابنك مخلص. الله لا يوفقه، ما راح يطالع الفيديو غير امبارح. خرجك لان الفيديو تبعه. لك يخرب بينك انت وهاللقا، لك شو طالع من النار يا هاللقا؟ انا بورجيكي بس ارجع هلا ماني فاضي. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا مرحبا مرزوق. خلي لي عينك، انت بتعرف توصل الفيديو على التلفزيون؟ شو بك انا مستعجل كتير كتير كتير، شو بدك؟ شو قلت لي؟ الفيديو على التلفزيون. إيه لك؟ روح، الله بعت لي اياك هلا اليوم بدك تطلع المقابله. يخلي لي عينك، روحتنا جابت نتيجه. فوت تفضل 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 انت. مشان ضعيف. لا والله الواجب لا لك ما بصير ضيفنا انت. لا انت اكبر مني. لك اخي الله يخليك. ما بصير كبرت براسي، انت بدك تفوت قبلي. لك اخي مشان الله فوت. علي الحرام ما فوت. خلص تحرم علي. طب انا وياك قبلك. يلا يلا طياري خطوا. تعال انا مستعجل ماني فاضي. تعال لك هيك تعي. خلص مينو؟ خلص مرزوق خلص. ايوه تعال ولا شو؟ تعال شو؟ هاي اوت وهي ان. الاوت يعني من مرزوق مشان عمر شو؟ اسمعت شوي حبيبي. والان يعني اله. من؟ انت بدك توصل من الفيديو على التلفزيون، هذا طلبك. وصلوا. اسمع شوي، معناتها بدك تتحشو بالاوت. لك مشان عمر تحشو. مو بس هيك. طيب. كمان عندك فول وعندك فيل. مرزوق. اسمع شوي شباب. الفول يعني صوت. والفي اسمع شوي يعني صورة. بس نحن شلون بدنا نعرف شريط الصوت من شريط الصورة؟ مرزوق مشان الله لك بعدين تشرح لي. ما بدي تشرح لي، ماني فاضي الا لو تطلع المقابلة. لك عم اشرح لك مشان تتعلم، ما تسأل حدا، مو تطلع لبرا بالبيجامة مثل الكون. لك هلا رح تعمل لي هاي الكرومنتات عليك فيها مشان الله بصير. ايه روبا هات الريمو كنترو. وينو ريمو كنترو؟ هو مرزوق وينو؟ هو محطوط هو. ام سمير. لك ام سمير. الله ياخذ ام سمير ويريحها منك. شو بدك؟ وين الريمو كنترول؟ شو بيعرفني؟ ما نزلته من فوق مع الفيديو؟ مرزوق دخيلك اطلع على المناظر اللي عندك. لا تروح لا تروح. بدك تشوف المقابله. بدك تشوف المقابله. ايه قاعد بدنا نعمل لك عراضه بس تطلع بالتلفزيون. والورطه اللي غلط حالي فيها. لك يا حرق اختك لك كنت ما تحرك تطلع بوشي لك. ها لك ها لك ها. طول بالك ابو سمير. طول بالك طول بالك ابو سمير. طول بالك يا اخي. طول بالك طول بالك. شو صار لك؟ شو صار لك؟ ليش عم تشتغل سلام؟ طول بالك يا اخي. طول بالك. شايف جد جد يفتح كان عينك انت عبت فيه. بدي احرقك وخلي كل اهل الحاره تشم ريحتك. شقيتك لعينك كل يوم بيعمل لي هالفنطي جد. نظيف هلا مدير طلع قراره مدير عام ولا ما طلع؟ طلع قراره وصار مدير عام. رحت لعنده ما لقيته. اصلا نحن ما عم نشوفه. اوف شو ما عم يداوم يعني؟ عم يجي بس عمل مدخل لحاله من الباب الوراني وباب مستقل لمكتبه. وبس تروح توقع بريد ما بتشوفه؟ لا بروح بوقع البريد ولا بجي. سكرتيرته بتاخذ البريد وبترجعه. لهالدرجه؟ واكثر. بدك تقول السكرتيره صفيانه هي المدير العام، بدك اجازه، بدك طلب، هي بتوقع لك عليه. ايه لا ما بيصير هيك، لازم ينحط حد لهالشغله. الله وكيلك يا أستاذ، متمنين رجعتكم اليوم قبل بكرة مشان تحطونا حد لهالشغلات. رح حط حد لعيونك. رح حط حد. رجع سيارتك بالأول بعدين حط حد. شمتان ايه والله لا تندم على اليوم اللي راح فيه شفيق وإجا منير. عبعت لك سيارة.
امشي والعمل يا سيدي. تعبت السياره وما في محل لهم. قوموا على السكان وانا راح اخذ بقيه. ابو سمير ابو سمير يا استاذ وينك؟ هو راس البلا عم يصب على اهل العالم كله. سيك بتحاول تقصوا عم تسوليتي. يا لطيف شو سريعه هالشرطه. ولك ولا حركه ولك حف. اللي بيتحرك بقوصه على مسؤوليه الشرطه. هيك قال لي مثل ما بدك. ولك حاضر حاضر. شو عاملين حتى قفشوكم؟ شو عاملين؟ ما عاملين شيء. لك ابن عمتي بس ولك لا تضربه ولك. ابن عمتي ابن خالي حتى اللي راحوا كله انه عيلة واحدة نحن. لا ايوه ما شاء الله كان طيب. ولا حركة ولك. حاضر مثل ما بدك. هذا الحمار هو اللي ورطنا بس. لا تروح بس ولك. لا خلاص بس انت وياه. شو عاملين؟ سرقنا. سرقتوا؟ لا والله. قرفصاء لك. قرفصاء ولا؟ قرفصاء سرقتوا. حبيبي انت ولا كمان قرفصاء. هذا مثل ما قرفصاء مثل ما باتجاه الباب. بطة ها نيت هات هات نيت هات هات واحد اثنين موبايلي عم برن. واحد اثنين موبايلي موبايلي عم برن. وقف لشوف ولا ربيت اخذت موبايلي. ابن خالتي ورطنا الله لا يوفق. الله يوفقك يا ترجي يا حريجة. لك ايه طلطشته من شوي. نجم اولاد نجم اولاد. الو اهلين 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 وفاء شلونك؟ مشتاق لك كثير. شو اخبار وفاء؟ وفاء الله يخليكي ما فيني احكي هلا هلا على الحاره. لا لا بعد ربع ساعه بيجي لعندك. لك ما فيني في عندي ثلاثه حراميه هون عندي بالمحل. ايه مثل ما عم حكيكي. ولا حركه منك مثل ما عم حكيكي. تركتهم الشرطه عندي امانه. ايه ما ضل عندهم محل بالسياره لتنقلهم. إيه؟ لك ويني اما شو سريعه هالشرطه سرعه. لك يا وفاء مثل الصاروخ ابع من الارض. ولا حركه منك. عفوا حبيبتي مول لك ليك ليكي بعد شوي بحكي معك لانه وفاء اذا غفلت عيني عنهم مصيبه كارثه بروح انا فيها. مع السلامه. مع السلامه حبيبتي. اهلين اهلين. روحين الي. ولا حركه منك. يستر عرضك خلينا نمشي. الله لك بس ولا حمار انا اللي بحكي كرمال اللي كنت عم تحكي معها على الموبايل. وفاء مرتك بس خلينا نمشي. وينك وينك؟ حريشك والله انك معلم. وين لطشتوا للموبايل؟ برا لما جوا؟ بعد ما تخلص المقابلة بدي اياك تساعدني بدي اخذ التلفزيون والفيديو على الدكان الجميل. بدك تبيعوه؟ لا بس بدي ارجي لهذا الواطي انه عملوا معي مقابلة عن جد مو عن لعب. اعزائي المشاهدين من احياء دمشق القديمة ومن بيت العم ابو سمير نقدم لكم. علي علي ارحمك وعني. هاي البحرة تبعنا. هاي البحرة ام سمير ام سمير انزلي ابواب الحي عم تطلعي تبوخ هلا هلا بتروع عليكي. انتم ميول للرسم ما كان اذا بدك تسجل كلهم كانوا جرة تسجيل وي الا انا تمام. شو ذا وقطعت الكهرباء يقطعوا رقابهم هلا بيقطعوا على وقتها اكرامك. مشغول طبعا بده يطلع مشغول بيكون هلا 70 عفريت غيرك عم يتصل. بدك مني شيء انا؟ خليه يكلف تجي الكهرباء بتحرك شي شقفه. خلص سجله على الفيديو بشوفه بعدين. بدي روح لعند جميل مشان يجينا عملي اليوم بدنا نجيب العروس. سلام. لا تاخذني ما بقدر اطلع معك بخاف تجي الكهرباء وانا على الباب. بسطتي بهي تعال هون. نعم هون. وين بقيه؟ هذا هرب ولحقته واعطيته مسدس لصاحب الدكان مشان ما يهرب البقيه. جيبوا لي مسدس لصاحب الدكان. انت امشي اشوف امشي. لوين؟ شو مالك رايح على عرس مرزوق؟ عندي بروفا اهم من عرس مرزوق وتاريخ حياته. ليش عم تحكي عنه بالاحتقار؟ شو عامل لي؟ شو بدك يعني؟ يعني روح ارقصه بعرسه؟ لا ما ترقصي بس قولي ما بدي روح. ضروري تحكي عنه حكي بلا طعمه. اي ما بعتقد ظلمته عن اذنك. ما اجوا ما اجوا ما بعرف ليش اتاخروا. ايدك عن الهيئة. مو لك حبيبتي وفاء ليش ما عم تصدقيني؟ انت شوفي بعينك. طيب يستر عرضك يا استاذ خلينا نمشي. الله وكيلك رجلينا نملوا. قوم بس الحمار انا اللي بحكي. وينك وينك عدم المؤاخذه مين الحمار بيناتهم؟ انا كلياتنا
حتى اللي راحوا. الله يزيد ويبارك. ايه وفاء ليش ما عم تصدقيني؟ مرحبا الفرد. لك شو في لك جميل؟ لك جميل شو القصة؟ خبرني ليش صاحب فرد وزاركم مثل القطعات بالزاوية؟ حرامية حرامية، منيح اللي جيت بوقتك مشان الدعم. حرامية يخرب بيت قلبكم، ليش محل جميل بكفي ثلاثة لحتى تسرقوه؟ لعمى بقلبكم، فهمني شو قصتهم يعني؟ لك شو ما عندي بالمحل، أعطتهم الشرطة برا وجابتهم لهون شباب. دقيقة لا أجيب لك قرارهم، أنا اختصاصي هيك بالحرامية. شو عمو؟ شو القصة؟ مو عيب عليكم قد الشناتير عم تسرقوا؟ لك ما بتسرقوا على حالكم، بتلاقوا على حالكم. نين انتو؟ نحن من هون من الحارة هاي، هذا ابن خالي وهذا ابن عمتي، الاثنين احمر من بعضهم، هن اللي ورطونا بالسرقة. الله وكيلك. لك العمى ضربني بخلقته. ليش ما عم تسرقيني يا ولاد؟ اسمعتي بإذنك؟ هلا بحكي معك بعد شوي، يلا بروحي. اهلين استاذ، انا صاحب الدكان، هذول حرامية. حركة يا ولاد. يلا ولا انت يا تحركوا اسمعوا كلام الشرطة. يلا تحرك على راسك. يلا يا عيب الشوم عليكم، قد الشناتير وعم تعملوا هيك. انا مالي علاقه من وين حني، انا ما دخلني والله، مش حكي عليك ولا الشرطه. انا مالي علاقه بالموضوع. تحيدا. الو اهلين اهلين وفاء، شلوني؟ مو طلع مرزوق واحد من افراد العصابه وشحطوه الشرطه؟ اما شو سريعة هالشرطة؟ ايه ليش عبقى؟ يلا جاي لعندك عالسريع. ربيت سنتك عالسريع عالسريع عالسريع. ضليتوا تدعي تنقطع الكهرباء؟ ما قطعت الكهرباء. بدي جيب من مولد الكهرباء. نكايا فيكي ما تردي، شو بك سكتي؟ اجت الكهرباء. تجي ولا ستين عمره ما تجي. بعد ايش؟ ام خمير انت دعوتك مسموعه، دعي لي عيد المقابله. وبعدين بعدين هيك بكون ضلوا نايمين. اكسبك اكسبك. هلا بورجيك مرزوق شو بده يساوي. ها شو بدك؟ ولا بدي عابل المسؤول هوني. انا المسؤول هون، شفتني؟ عجبكن هيك؟ هلا بورجيك مرزوق شو بده يساوي. اسمعني بس تعال هلا. شو بدك كمان؟ لك يا اخي انت اسمع القصه كلياتها. انا اليوم عرسان. عرسان؟ ان شاء الله الف مبروك. مالشو ها شايف انت بالقصه؟ بس اسمعني للاخير الله يوفقه. هلا بعد ما نعمل لك الزفه بتكفي. طيب خليني اشرح لك. اول شيء نحن بنشرح لك، بعدين انت بتشرح لنا. فهموا شباب انه مالي علاقه بالموضوع. لا هذا من ايده راب وعاد وياه برفع شكوى. انا بعرف حقوق الانسان، عم اقول لك برفع شكوى.